صوتنا باش نديو بالواجب ديالنا الوطني ونكونوا يعني مساهمين في انتخاب شخص اللي ينهض بهذا القطاع ديال الخدمات اللي حنا كنتميو ليه. وحنا سعيدين بهذا التصويت اليوم، وحنا دائما يعني كنطالعوا لتحسين جودة الخدمات في المغرب للرقي بمستوى الخدمات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. حبنا بالواجب ديال الصين ديال الخدمات، والحمد لله راه كل شيء كان على ما يرام وفي التنظيم. كتشكل الانتخابات هذه بالنسبة للواحد اللي غنعتمدوا عليه اللي غادي يلقاه إن شاء الله فيما ندقوا عليه، كي يقولوا نلقاه إن شاء الله. حنا جينا كمواطنين هنا قمنا بالواجب، والحمد لله يعني الامور دازت على ما يرام. حنا بحكم اصحاب مقاولات جينا ننتخبوا على الناس اللي غادي يمثلونا في غرفه البرلمان. خصنا نعرفوا بان الاجواء ديال الكورونا للاسف لعبت ان غون بوان نيجاتيف سور تو سكي غينيون، لان مولف الانتخابات شنو هما النقطه الاساسيه ديالهم؟ كيكونوا اجتماعات وكيكونوا لقاءات وكيكونوا تنسيقات بيناتنا. للاسف دابا مع هادشي ديال لو ديستونسييل ومع هادشي ديال المسائل ديال الكورونا، بيان سور خدمنا بزاف ا ديستونس، درنا واحد التنسيق اللي هو بعيد، ولكن ان شاء الله نتمناو باش يعطي النتيجه ديالو اليوم ان شاء الله. وخصنا نعرفوا بان فعلا ولو كورونا ما ساعدتناش وما عمرها ما غتساعدنا، ونتمناو ان شاء الله يفرع ربي هذا الوباء علينا. سي كو بون كنشوفوا سي لو كوتي الصحي هو الاول، ولو كوتي وغادي نخليو لو كوتي التجاري على من بعد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.